هو وقت العلاج من حروق لم تندمل بعد. حروق من الدرجة الثالثة أصابت صدر الطفل يوسف. بشرى التي تعودت كل صباح على اصطحاب لم يكن في حسبانها أن فضاء يفترض فيه الرعاية الكاملة سيغير مجرى حياة عائلتها. مشيت لقيته محروق واحد الحالة شنو نقول لك يرتى لها، وجهه كله محروق وصدره وعنقه. كنقول لهم شنو شيتي؟ يقولوا لي هي حموريه، هي بيبرون قاصها وصافي. بعد الحادث رفعت العائله دعوى قضائيه ضد الحضانه، لتبين خلال البحث ان الاداره لا تتوفر حتى على رخصه للاشتغال. بعد ما طلعنا على الملف لقينا بان السيده ما عندهاش تصريح، السيده الناس اللي تخدموا عندها غير مؤهلين لهذاك العمل ديال الاطفال، وهذا يعني تنطلبوا من هذا المنبر ديالكم، هاد المؤسسات اللي تيتحلوا بدون رخص، وهاد المؤسسات اللي تيخدموا ناس بدون ما يكونوش مؤهلين، ان راه الطفل راه عنده واحد الخصوصيه اللي غادي يمكن له يقابله. قصدنا دار الحضانة، لكن الإدارة المعنية بالأمر أصبحت في خبر كان. غادرت الحضانة لتسلمها إدارة جديدة باسم جديد. مبدئيا وحسب القانون دور الحضانة الخاصة بالرضع والأطفال حتى سن الرابعة هي دور تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وبالنسبة لمندوبية الوزارة بفاس فهذه الحضانة غير موجودة أصلا. بما أنه لم يمر عبر نيابة وزارة الشباب والرياضة بفاس، ولم يأتي بملف قانوني اللي يمكنه من إحداث هذا العروض، وبالتالي فهو في وضعية غير قانونية. ما عرفتش شكون اللي عطى، شكون بعدا اللي سمح لهم، شكون اللي رخص لهم؟ يعني كنقول لك حنا الحضانة حنا هما المسؤولين، والروض كيكون ما عندناش العلم عليها، ما عنديش الدوسي ديال هاد الحضانة بالمطلق. حضانة بدون رخصة تفتح أبوابها في وضح النهار وفي غياب عين السلطة المعنية. أما حادث حريق يوسف سيعيد ترتيب الأولويات عند الآباء، فقبل أن يغريهم الفضاء وألوانه ويغريهم الثمن المناسب، لابد من التأكد أولا من توفر الحضانة على رخصة وأطر مؤهلة.